السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على من اتبع الهدى وسلك طريق الإيمان. في ذكرى ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، نردد ونقول بنحبك يا رسول الله، بنحبك وبدمائنا نفديك، بنحبك وبأرواحنا نرويك، بنحبك وبنكره كل من يسيء إليك. عايزين نقول الرسول عليه الصلاة والسلام، مش عايز أقول خط أحمر، لا، لن ولن ولن نسمح بالإساءة إليه من قريب أو من بعيد، من دولة أوروبية أو من أي دولة في أي حتة في العالم. هنحاربها، سلاحنا هو الله، سلاحنا هو الإيمان به، سلاحنا هو الإسلام. قووا إيمانكم، شجعوا نفسيكم، تصدوا لكل من يسيء إلى نبيكم شفيعنا يوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وكل الأمة الإسلامية وكل بلادنا بخير، وعام سعيد عليكم ومولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، شفيعنا يوم القيامة، رسولنا، قدوتنا، كل شيء نتمثل به. وحبينا نعمل الحلقة النهاردة لكده إن شاء الله. فاصل ورجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل. وقبل ما نبدأ حلقتنا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونرحب بضيوفنا الكرام، عندي بس مناشدة صغيرة من أهالي الأميرية. هي المناشدة صغيرة صحيح، ولكنها مهمة جدا جدا. نأسف، هي مجمع المدارس بالمطرية، منطقة المطرية يوجد بها مجمع للمدارس، فيها مدرسة السيدة خديجة التجريبية، مدرسة علي بن أبي طالب، مدرسة أبو بكر الصديق، مدرسة السيدة خديجة الثانوية، فيها مدارس كتير، يعني فيها أطفال، يعني فيها أرواح، يعني فيها طلبة، فيها أولادنا، فيها كل يوم حوادث بتحصل بسبب إيه؟ مطب صناعي. مطلوب مطب صناعي عند مجمع مدارس الأميرية. مناشدة من فضلكم، شارع عمر المختار بالمطرية، يا ريت بعد إذنكم، يا حي يا محافظة، نهتم بالجزئية البسيطة دي، مش مستاهلة قوي إن احنا نتكلم فيها، لأن دي أرواح ولادنا وإحنا مش هنتهاون في أرواح ولادنا. نرجع لحلقة النهاردة في حب رسول الله. برحب بضيوفي الكرام، الشيخ محمد حسني عمار الداعية الإسلامي، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بك يا فندم، كل سنة طيب. برحب بالقارئ والمبتهل الشيخ أحمد الحصري، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كل سنة وأنتم طيبين. طيب أهلا بك. خير ما نبدأ به القرآن الكريم، وهو أول ما بدأ به رسول الله عندما نزل عليه الوحي، مع المبتهل القارئ أحمد الحصري، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، بالقلم علم، بالقلم علم الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أرآه استغنى، إن إلى
الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. وهناك رسالة واضحة في بداية القرآن الكريم، وهي اقرأ اقرأ وتعلم، اقرأ كتاب الله هتنجح بفضل الله. القلم هو الحقيقة، القلم والقراءة هي من تبعث بداخلنا الأمل، وهي من تعلمنا حروف الله ونمشي عليها ونتصدى لأي حد ممكن أنه يقرب من كتاب الله أو يحرفه أو يسيء إلى رسول الله. شيخ محمد، في ذكرى مولد رسول الله، مولد الإنسانية، الرسول والإنسانية، عرفنا الرسول كإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في بداية كلمتي أولا، أنا ببعث برخية تهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تميزت بالعديد من الجوانب المضيئة والهادئة لكل إنسان يريد التميز لنفسه والترقي لأخلاقه والتعمق لفكره والبساطة لمعيشته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعتبر بحق هو أستاذ الإنسانية، وهو صفة البشرية، وهو المثل الأعلى لكل خلق كريم. شهد له العدو والصديق على حسن خلقه وعلى كمال أدبه، ومع ما تيسر له من أسباب العظمة الحقيقية والمهابة الربانية، إلا أن ربه خاطبه بقوله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولذلك المهمة الأساسية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها هي مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه عظيم، لأن رب العالمين خاطبه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فربنا سبحانه وتعالى زكاه التزكية الشاملة. ومعنى كان خلقه عظيم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاشر الخلق بخلقه. وقيل أن خلقه عظيم لأن الرسول لن يكن همه سوى الله. وقيل أن خلقه عظيم لأن الرسول أدب بالقرآن الكريم، من أجل ذلك كان خلقه عظيم. وكان من الأخلاقيات التي تجسدت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي الرحمة. فخلق الرحمة، كلمة الرحمة تعتبر من الكلمات الجميلة التي يعني يرق لها القلب والتي تطمئن لها النفس. فكان الرسول رب العالمين خاطب بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول يا أستاذة لم يأتي إلى هذا العالم لا من أجل أن يسب أحد، أو من أجل أن يشتم أحد، أو من أجل أن يعتدي على أحد، وإنما جاء الرسول إلى هذا العالم من أجل أن يكون رحمة للبشرية. جاء إلى هذا العالم من أجل أن يقدس النفس البشرية، أيا كان لونها، أيا كان جنسها، أيا كانت ديانتها، أيا كانت عقيدتها. فالرسول عندما تمر عليه جنازة رجل يهودي، شوف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقيته، فيقول ويقف النبي إدلالا لهذه النفس وتكريما لهذه النفس أيا كان لونها. فقال له عمر: يا رسول الله، إنها جنازة رجل يهودي، تقف لها يا رسول الله؟ فيجي الرسول عشان يدينا درس للعالم كله إن هو جاء من أجل أن يقدس هذه النفس بغض النظر عن الديانة. وقال النبي: أليست نفسا منفوسة؟ صحيح. صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة الإنسانية المتجسدة في شخصية الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات أسرى بعض المشركين، وكان من ضمن الأسرى رجل اسمه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو كان على دين الشرك، أسير في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الرجل كان خطيبا بارعا، كان يسب في الخطب رسول الله، وكان يشتم الرسول ويزم في الخطب رسول الله. فهذا الرجل وقع أسيرا في قبضة الرسول، فإذا بعمر قال: يا رسول الله، لو نزعت سنيتاه لانطلق لسانه من فيه. يعني هو يريد أن يمثل بهذا الرجل، ولكن التمثيل ليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: لا يا عمر، أنا لا أمثل به. والتمثيل هو بكر البطن أو قطع الأنف أو قطع اللسان، أنا لا أمثل به. فيمثل الله بي ولو كنت نبيا. لا يا عمر، لعل الله أن يجعل له موقفا لا يذم به. انظروا إلى شخصية الرسول وإنسانيته مع هذا الرجل المشرك، لعل الله أن يجعل له موقفا لا يذم به.
وأطلق النبي سراحه فتمضي الأيام فيموت النبي صلى الله عليه وسلم ويرتد بعض المسلمين عن الدين الإسلامي فيقف هذا الرجل خطيبا بارعا الذي أطلق رسول سراحه فوقف خطيبا بارعا وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وصدقت فيه نبوءة رسول الله وبدأ الناس يرجعون إلى الإسلام مرة ثانية بسبب مقولة النبي لعل الله أن يجعل له موقفا لا يزم به هذه إنسانية الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الرسول متصفا بالرحمة ورحمة الرسول متمثلة ليست مع المشركين فقط وإنما متمثلة حتى مع الطفل الصغير الذي يبكي أثناء الصلاة فيخفف الرسول في الصلاة رحمة بهذا الطفل وبرحمة بأمه صحيح. رحمة الرسول متجسدة حتى في الحيوان إنسانية الرسول حتى مع الحيوان الذي أحل الله لنا ذبيحته في كل ذات كبد رطبة أجر صحيح. امرأة تدخل النار لأنها حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشائش الأرض لأنها روح من لأنها الله. روح صحيح. ورجل يدخل الجنة ليه؟ أي. لأنه سقى كلبا كان يلهث من العطش هذا الحيوان الذي نال حظ من رحمة الرسول هذا الحيوان بيحفظ الجميل للرسول صلى الله عليه وسلم ففي غزوة خيبر امرأة يهودية وضعت السم وضعت سم في الشاة للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن تقتله فإذا برب العالمين ينطق هذه الشاه لكي تتحول إلى جند من جنود الله لتحمي الرسالة وتحمي رسول الله وتقول له يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة هذه الشاه التي نالها حظ من رحمة الرسول تتحول إلى جند من جنود الرسالة لكي تحمي الرسالة وتحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متصف بالرحمة وكان متصف بالعفو وكان متصفا صلى الله عليه وسلم بالسماحة حتى الرحمة وصلت إلى الجمادات تمام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين العالمين جمع عالم والعالم كل ما سوى فما الله بالك يا شيخ سبحانه محمد وتعالى بالإنسان اللي بيظلم وبيفتري ومش قادر إن هو يرحم الضعيف وبيجي على الضعيف لأنه مش قادر على الأقوى منه لابد أن يقتدي بالرسول الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فنحن في ذكرى ميلاد رسول الله فلابد أن نقتدي وأن نتأسى به في أخلاقيات خاصة خلق الرحمة والرأفة الرحمة مع الأقارب الرحمة مع الجيران الرحمة مع المرأة الأرملة واليتيم والمسكين الرحمة حتى مع الضعفاء والعجزة والطيبة والتسامح السن والتسامح أيضا فرحم الله رجلا سمحا التسامح حتى في البيع والشراء رحم الله رجلا سمحا كل ذلك من تعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شيخ أحمد عايزين نسمع حاجة جميلة بمناسبة اليوم الروحاني الجميل ده بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا سرنا ويسر أمورنا واشف أرادتنا وارحم أمواتنا وارفع الوباء والغلاء عنا يا رب ما باش 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 با
سبحان من أعطاك بحملي بمحمد رب الزهدناك بالمصطفى سعد وجاب لما حملي في رجب وبدري من متعب هذا نبي يداك شعبا الشهر الثاني والنور منه باني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك ورطان جاء بالهنا يا آمين أمرنا ووحينا أباك شوال الشهر الرابع والنور منه صادع ولد الحبيب رافع ساجد إلى مولاك زكعت شجاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا وربنا أعطاك ذو العشة جالس شاكر يا آمنا يا سعدك الله يجمع شانك بسيد الوفاك محرم جاءك بنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك بنادى مبشرا بأحمد وما تدري مرادا وربنا كناك وفي صفر شعر عن النبي المنتظر وفي صفر شعر عن النبي المنتظر من أهله شق القمر وربنا كناك وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل وفي ربيع الأول ولد النبي مكمل يا آنا تأملي نور به أجساك ولد النبي مفتونا مكحلا مدونا ولد النبي مفتونا مكحلا مدونا بحاجب مقرونا وحسنه وفاك سيدنا النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه افضل الصلاه والسلام. معانا مداخله استاذ مصطفى من الجيزه اتفضل. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد لله يا فندم تحت امرك. والله بس انا مبدئيا بحب اشكر حضرتك طبعا على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى. بقول الحقيقه برنامجكم مميز جدا في ان هو يعني بيحاول يقدم الفايده الحقيقيه للناس بدون الدخول في المجادلات اللي موجوده يعني. طبعا ده دور مهم جدا حضرتكم بتقدموه فبشكر حضرتك واداره ربنا يخليك ربنا يعزك اتفضل. انا عندك فتوى يا فندم من انا من سكان منطقه الهرم منطقه اللي بيني نزل في الهرم. تمام. بشكر كده من يعني الاهالي اللي موجوده على وجود مسجل خبر بيمثل ترويع للناس في المنطقه يوم طلع بالاكراه ويعني شد شنط من البنات وتثبيت شباب المنطقه واعتدى على اكثر من حد بلطجه يعني بلطجه ما لجأتوش للاسم او عملتوا محاضر بالكلام ده؟ والله يا فندم احنا لجأنا للاسم الهرم اكثر من مره وعملنا بلاغات متعدده يعني سواء عن طريق التليفون او عن تقديم بلاغات في الاوبن ومحاضر. تمام. للاسف بيتحرك مفيش يعني حاجه بتحصل جديد وده اللي شجع الولد ده على ان هو يتنادى. طيب استاذ مصطفى هستاذن سيادتك تكلمني بعد الحلقه وطبعا دي مناشده لاسم الهرم
واسم الهرم به رجل محترم جدا طبعا، كل الضباط الموجودين بيه، بس الباشا بصراحه محمد بن الصغير بيقوم بكل يعني جهده في مكافحه البلطجه. اتصل بيا بعد البرنامج باذن الله. شكرا ليك شيخ محمد. رقم التواصل طبعا على الشاشه للي حابب ان هو يتواصل معانا بعد البرنامج. شيخ محمد، الرسول عليه الصلاه والسلام دايما كان عنده رساله جميله جدا، وهي الامانه والصدق. الامانه والصدق دول متهيألي يبني عليها الانسان بقيه عمره. عايزاك تكلمنا عن التمثل باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام في الامانه والصدق. الرسول صلى الله عليه وسلم اتصف ببعض الصفات، بكل الصفات الحميده التي وصفه بها الحق تبارك وتعالى، فقال: وانك لعلى خلق عظيم. فعلى راس الفضائل والاخلاقيات التي تجسدت في شخصيه الرسول الامانه. فالامانه تعتبر هي اصل من اصول الدين، وتعتبر الأمانة شعبة من أبرز شعب الإيمان. طيب. تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني في بداية البعثة المشركون وصفوا الرسول بأنه هو الأمين. لما تيجي تشوفي قبل البعثة، عندما أهل قريش عندما تنازعوا في وضع الحجر الأسود، وضع الحجر الأسود، فاختلفوا وتنازعوا، فقالوا نحكم أول من يدخل، أول من يدخل البيت الحرام. فكان أول داخل مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل نزول الرسالة عليه. فإذا بالمشركون يقولون في نفس واحد: هذا هو الأمين، رضينا به حكما. فكانت الأمانة متجسدة حتى في شخصية الرسول قبل نزول الرسالة وقبل نزول الوحي عليه. والحق سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتمسك بهذا الخلق العظيم، فقال رب العالمين، يقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. صح. إن الله وقال رب العالمين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكان من ضمن الأمانات التي تمسك بها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تعالي شوف الهجرة نموذج. يعني نقول لهؤلاء، كل من أراد أن يعتدي على رسول الله، نقول اطلعوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يسب أحد ولن يخن أحد ولن يشتم أحد، وإنما هجرته كانت نموذج في الأمانة. عندما يعني الأمانات المشركين لن يضعونها عند أب أو أم، وإنما وضعوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم معادتهم ورغم كفرهم ورغم شركهم، إلا أنهم لن يجدوا أحدا أن يدعوا الأمانة إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذنك في مداخلة معنا، في مداخلة الأستاذة زينب من القاهرة. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي يا فندم، ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ تفضلي يا فندم، تفضلي. لو سمحتي يا شيخ، قول لعمو انت بخير بمناسبه مولد النبي عليه الصلاه والسلام. لو سمحت، والدتي ست كبيره وبتصلي 4 ركعات قبل العصر ب5 دقائق، هل قبل الاذان او بعد الاذان؟ تمام. بس يا فندم، شكرا. شكرا ليك يا فندم، اتفضلي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعه، يعني 12 ركعة غير الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. دي اسمها السنن المؤكدة يا حجة زينب. أيوة. السنن المؤكدة 4 ركعات قبل الظهر. أوه. دول سنة مؤكدة. 2 بعد الظهر، يبقى كده كام؟ 4 و2 6، و2 بعد المغرب. أيوة. 2 بعد المغرب ده سنة مؤكدة، يبقى كده كام؟ 8. و2 بعد العشاء مؤكدة ب10، و2 قبل صلاة الصبح يبقى كده كام؟ 12. فصلاة العصر ليس لها سنة مؤكدة. ولكن الرسول يا أستاذ زينب قال إيه؟ من رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رحم الله امرأ صلى قبل العصر إيه؟ 4. ويجي الرسول في حديث تاني قال إيه؟ ما بين كل أذانين صلاة، يعني ما بين الإقامة وما بين الأذان إيه؟ صلاة ركعتين. ولكن العصر ليس له سنة مؤكدة قبلية، والمغرب ليس له سنة مؤكدة قبلية، والعشاء ليس له سنة مؤكدة قبلية، وإنما السنن المؤكدة 12 ركعة، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الصبح. إنما العصر ليس له سنة مؤكدة، ولكن رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. تمام. نرجع لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت الأمانة متجسدة في شخصية الرسول في الهجرة. الهجرة تعتبر نموذج يعني مبنية على التوكل وعلى مباشرة الأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاله الأمر بالهجرة، كان في قدرته أنه ياخد أمانات المشركين تعويضا عما افتقده المهاجرون من ديار وأموال في مكة. ولكن الرسول أمر علي بن أبي طالب لكي يرد الودائع والأمانات
التي ائتمنها المشركون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه القائل إيه؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. صحيح. وهو القائل إيه؟ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. صحيح. فلابد في ذكرى ميلاد الرسول لابد الإنسان لابد أن يتمسك بالأمانة. الفرائض التي افترضها الله عز وجل على الإنسان فهي أمانة. زوجتك أمانة، أولادك أمانة، والأشد من ذلك هي نفس أمانة. الإنسان أمانة طبعًا. والأشد من ذلك الأمانات التي استودعها الناس عندك فهي أمانة. فكانت الأمانة من أخلاقيات الرسول. كذلك أيضا الصدق. فضيلة الصدق يعتبر على رأس القيم والفضائل التي تمسك بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي بالصادق الأمين. والرسول دائما يحض على الصدق، عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. ويحذر الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا من أيضا من الكذب. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب. فكان الرسول متصف بالصدق. ولذلك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تخلقوا بهذا الخلق العظيم، وكانوا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله. ولذلك الرسول يقول تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة. والقرآن الكريم بيوجه دعوة إلى الأمة أن يتمسكوا بهذا الخلق العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا الفقرة الأولى بتاعتنا انتهت للأسف. ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام محتاج مش حلقات، محتاج حياتنا كلها. حياتنا كلها لابد أن نتمثل به في كل وقت وفي كل صلاة. وبشكركم على المتابعة، وبشكر ضيوف الكرام الشيخ القارئ أحمد الحصري، وبشكر شيخنا الجليل اللي دايما منورني في الحلقات الشيخ محمد حسني عمار. ومع بانتظاركم في ما تروحوش في أي حتة الفقرة الثانية كابتن طارق رياض، وفقرة مهمة جدا مع أبطال من أبطال مصر. انتظرونا.